رانا خارجين في مهمة مراقبة ترقبوا السواق وأصحاب المركبات المتهورين والناس اللي تتبنا في حوادث مرور. دونك في حالة ما إذا مخالف يناور طيب إذا الإشارة الانطلاق تنطلق أنت الأول. لا خويا مرور هذه قادر دير بها اكسيدون قادر تجيش انسان ما على بالوش كاع عندك تمشي المشي هذه تاع الزربه تاع التقلاق. في اطار محاربه ظاهره حوادث المرور وخاصه المخالفات الخطيره المسببه لها كالمناورات الخطيره التجاوز الخطير وكذلك الاعتداءات استحدثت قياده الدرك الوطني خليه المطارده من اجل ردع السواق المتهورين وهذا بالقيام بملاحقتهم وتوقيفهم واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم. تعتمد هذه الخلية على عنصر المفاجأة الديناميكية التمويه والمرونة في العمل كما أن أفرادها تلقوا تكوينا خاصا من أجل تنفيذ هذه المهام الخاصة كل هذه المجهودات من أجل ضمان سلامة المواطن وأمنه.